حاليا في المصلحه الجديده هذه عندنا قدره استيعاب تاع لوسبيتاليزاسيون تاع 15 لي والفحوصات نوصلوا حتى 250 300 مريض. والهدف من الاستعجالات هذه تقريب المواطن من الصحة وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين. بالنسبة للإحصائيات راه كنا قبل الاستعجالات القادمة نوصلوا حتى خلال المناوبة الإدارية المناوبة الطبية ل 200 مريض استشارة طبية. درك الوقت الحاضر نقدروا نوصلوا حتى ل 300 فما فوق اللي نقدروا نتكفلوا بالطلبات تاع المرضى الوافدين لمصلحة الاستعجالات. نون فرق كبير باللي كانت الفوق فرق كبير من كرون ديفيرونس كان الغاشي و اسمها لانارشي الفوضى دوك كاين ما بيقلا لهنا نورمالمون.